نفى أحمد خيري المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم ما تردد عن انسحاب الجانب الياباني من المدارس اليابانية أو وجود خلاف بين القاهرة وطوكيو فيما يخص هذه النوعية من المدارس. وقال خيري للمصري اليوم إن وفدا من الرقابة الإدارية والهيئة الهندسية أجرى جولة على المدارس المصرية اليابانية تنفيذا لتكليفات الرئيس السيسي بمتابعة المشروعات القومية.